بكم مشاهدينا. الآن موعدنا مع مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز ما جاء بها، واسمحوا لي أنتقل إلى زميلاتي خلود وجيهان. إليك خلود. شكرا لك يا هبة. بالفعل مشاهدينا الكرام، حنبدأ الآن فقرة مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية كالعادة من تويتر. نتابع. هاشتاغنا لليوم بعنوان مشاعر لم يجربها الرجال، وهو هاشتاغ يتداول بعض الحقائق في حياة المرأة والتي لم يجربها الرجل بطريقة ظريفة. تغرد ريما: مشاعر لم يجربها الرجال، شعور أنه ما يطلع من البيت وإذا طلع لازم حد معه، ما أعتقد في ولد يرضاها على نفسه. أما هيمو: مشاعر لم يجربها الرجال أنه يرقص بكل زواج عشان يعجب شايب ويخطب لبنته. وأخيراً أفنان خانم: مشاعر لم يجربها الرجال، أحضر زواج وفرحانة بنفسي وكاشخة بعمري وألاقي فلانة لابسة زيي ومشوها اللبس بعد انتحار. خلود، أنا ماني عارفة إذا سمعتي، كانت في واحدة من المغردات بتقول إنه إحساس الـ ما جربوا الرجال، إنه إحنا البنات نروح للفرح وكل شوية فعلاً يغيظ الإحساس، إنه طول ما أنت قاعدة في الفرح يلا قومي أرقصي، يلا حبيبتي قومي أرقصي، من جد ينرفز، من جد أنا حسيت فيها. لا تعرفها، هي مشكلة في أفراحنا إحنا فعلاً، وهي غريبة. لا حسيت فيها لأنه من جد خرج عن موضوع المتعة، أن أنا قايمة فعلا، أنا باستلذاذ أني أنا قايمة أوري نفسي للعالم للحريم بيسكلي. هل هي قامت ترقص ولا لا؟ أكيد لازم ترى. هذا غضب بعدين يصير. مشاهدينا الآن حنتوقف مع موقع سيدتي نت وأبرز ما جاء فيه في التقرير التالي، نتابع سويا. يعتبر التوتر سمة الحياة العصرية، إذ يعاني منه الرجال والنساء على السواء، وإن كانت النساء أكثر حساسية وانفعالاً، ويدفع كل مصاب إلى التفاعل معه سلباً أو إيجاباً، ما قد ينعكس زيادة في الشهية وزيادة في الوزن بالتالي، فيما قد يقطع شهية البعض الآخر ويتسبب في مشكلات صحية عدة. فإلى أين وتنتمين؟ قسم صحة ورشاقة لهذا اليوم يقدم لك أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالحالتين والحل العائد إلى كل منهما. وعلى تويتر سيدتي دوت نت: طبيب يتحول إلى مشرد لمساعدة الفقراء، حيث كرس طبيب أمريكي أكثر من 20 عاما من حياته لعلاج المتشردين والتخفيف من ألامهم دون أن يتقاضى أي أجر بالمقابل، مكتفيا بالسعادة التي يحصل عليها من خلال مادية العون للمحتاجين بحسب ما ذكر موقع أوديتي سنترال للغرائب. ويحمل الدكتور جيم ويذرز من بيترسبورغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية حقيبته مساء كل يوم مرتديا ملابس المشردين، ويطوف بها على الأزقة والطرقات بحثا عن الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل ولم يجدوا مأوى يقيهم برد الشتاء أو حر الصيف، ويقدم لهم العلاج اللازم، ما جعله يحمل لقب طبيب الشارع. حقيقة أنا فعلا أحيي طبيب الشارع، لأنه هو جزاءه أنه هو كان بيعمل خدمات إنسانية للفقراء أو اللي ما عندهم بيوت، إلى أنه هو يتشرد زيهم. ما أدري، تهيألي هو غني بإنسانيته يا جيهان، هو يمكن صار متشرد بس بنفس الوقت يمكن هو ما يعني ما حمده بدل طبيب جراح بقى طبيب متشرد، طبيب متشرد يعني سبحان الله لقى سعادته في كده. وياريت إحنا كمان نلاقي سعادتنا مساعدة الناس زي كده. والله يا أستاذ جميل، بس ما أصير متشرد، أنا ما أكون صلحت بس متشردين. إذا مشاهدي الكرام، بعد ما تعرفنا على أبرز ما جاء في موقع سيدتي نت، ننتقل الآن لأسبوع الموضة والأزياء في باريس ونستمتع بأجواء اليوم الثاني من هذا الأسبوع. نشوف التقرير. مع انطلاقة أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس مع دار فيرساتشي لموسم ربيع وصيف 2014، كان اليوم الثاني حافلاً بأجمل التصاميم لعدد من دور الأزياء الشهيرة مثل ديور، جيان باتيستا فالي، أليكسي مابيل، جورج حبيقة وتوني ورد. قد
استخدم بيت الأزياء الفرنسي العريق كريستيان ديور مجموعته لربيع صيف 2014، والتي امتلأت بالفساتين الزاهية والمنقوشة بالورود والمرصعة بالخرز والتنانير القصيرة بقصات البليسي والبلوز الساتان والشيفون فضفاضة. وطغت ألوان الباستيل الهادئة خاصة الوردي والأخضر والأزرق إلى جانب ألوان الميتاليك المعدنية. مع المصمم الإيطالي جيان باتيستا فالي ننتقل وبالتحديد إلى الفساتين التي طغت على المجموعة، لا سيما الفساتين المنفوخة، حيث تعانقت الأشكال والخطوط الاستثنائية وتداخلت القصات المختلفة والزخرفة الناعمة بالدانتيل وأقمشة الحرير والفرو والستان. وتلونت معظم التصاميم بتدرجات ترابية هادئة كالأصفر الفاتح وكفة ظلال الباج والرمادي والبنفسجي الناعم. المصمم الفرنسي أليكسي مابي عرض بدوره مجموعة من فساتين السهرات الرائعة والأعراس، فكان الأبيض سيد الموقف بامتياز. ومن المصممين الغربيين إلى المصممين العرب، حيث أبهرنا المصمم اللبناني توني وارد بمجموعته التي احتوت على الفساتين المطرزة بالورود، كما الفساتين التي أتت وكأنها مؤلفة من توب وتنورة منفوخة، كما الفساتين المزينة بالكشكاش أي بموضة الرافلز، والفساتين بموضة الكولر بلوكس أو تلك المزينة بالأحزمة. مجموعة توني وارد اتصفت بالألوان الهادئة والباستيلية كالأخضر الفاتح أو الزهري إلى جانب الألوان القوية كالأصفر والأحمر والأزرق. وختام اليوم الثاني من أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس مع المصمم اللبناني جورج حبيئة وتصاميم فساتينه التي جاءت بقصة التنورة المنفوخة أو فول سكيرت إلى الفساتين المتوسطة الطول المصنوعة من تنورة التيل المنفوخة إلى الفساتين الطويلة بالقصة المستقيمة مع المشلح على الظهر وصولا إلى الفساتين المطرزة. وقد عمد حبيئة إلى اختيار الألوان الباستيلية التي تنوعت ما بين البنفسجي أو الليلكي، الأصفر الفاتح، الأزرق السماوي، البرتقالي الفاتح والأبيض، كما أقمشة الأورغانزا والتيل والدانتيل، أفخر أنواع الأقمشة وأكثرها أنوثة. خلود، تظل باريس هي مدينة الموضة والحب والعشق والرومانسية. لاحظنا أن احنا رجعنا مرة ثانية للكلاسيكيات، ما كان في أشياء ليدي غاغية. هذه مصطلح خاص جهانية ليدي غاغية. طيب. هذه السنة في أسبوع الموضة في باريس. بس لو لاحظتي معايا إنه الفساتين كاشة على فوق شوية ولا؟ أنا لاحظت إنه هي الفساتين كاشة على فوق شوية، ما أدري يمكن غسيل زيادة ولا حاجة. الشيء الكلوركس اللي كنا بنتكلم عنه أمس. الكلوركس هو ده. الشيء الثاني إنه انتبهت إنه كل الفساتين زي يعني ما قال في التقرير منفوخة. منفوشة. هذا الرجوع للزمانات، كانت الأيام الستينات الجابون. أنا تعجبني ملابس زمان كانت بصراحة. عن جد رجعوا البساطة زمان، حتى الألوان باستيلية كلها وستا ودانتيل وشيفون، ما في شيء من جد مفجع. لا كلها. بس يعني لو يطولوا لنا هي شوية يعني. هو فكرك احنا تنفع نلبسها هنا المنفوخ المنفوخه في السياره؟ تخيلي. عموما هي فساتين كلها فيها انوثه وجميله وحلوه، صح. ويعني زي ما قلت كده يعني فيها لمسات انثويه. صحيح. شكرا لك يا خلود، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. تحب اكمل؟ مشاهدينا احنا مكملين معاكم فقرات سيدتي، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، الكاتبة السعودية ناهد باشطح للصحفي رب يحميه.